الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى اما بعد فيخرج ابو العاص ابن الربيع ويشارك في غزوه بدر وتنتهي المعركه فيقع اسيرا وتذهب اخباره الى مكه المكرمه فتسال زينب ماذا فعل ابي فيقال لها انتصر المسلمون فتسجد شكرا لله عز وجل ثم تسأل وماذا فعل زوجي فيقال لها أسره محمد فقالت أرسل في فداء زوجي أي تفك أسره بالمال والرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل الفداء إلا بإذن من الله الله تعالى أنزل عليه وحيا بالرخصة في أخذ المال خيره الله بين أمرين بين أن يأخذ المال من هؤلاء الأسرى ويفكهم وبين أن يبيدهم فقال زينب رضي الله عنها أرسل في فداء زوجي ولم يكن لديها شيء ثمين تفتدي به زوجها فخلعت عقد امها الذي كانت تزين به صدرها ارسلت اغلى ما تملكه لفداء زوجها اهدته لها امها خديجه رضي الله عنها يوم زفافها وارسلت العقده مع شقيق ابي العاص ابن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى وحين رأى عقد السيدة خديجة رضي الله عنها سأل هذا فداء من؟ قالوا هذا فداء أبي العاص ابن الربيع فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر زوجته الحبيبة وتذكر ابنته زينب رضي الله عنهما وصمت المسلمون من حوله تأثرا ببكاء حبيبهم عليه الصلاة والسلام وقال هذا عقد خديجة ثم نهض وقال أيها الناس إن هذا الرجل ما زممناه صهرا فهل لا فككتم أسره وهل لا قبلتم أن تردوا إلى زينب عقدها فقالوا نعم يا رسول الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العقدة ثم قال له قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة ثم قال له يا أبا العاص هل لك أن أساررك ثم تنحى به جانبا وقال له يا أبا العاص إن الله أمرني ان افرق بين مسلمه وكافر فهل رددت الي ابنتي فقال نعم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك